السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة سنة أولى صيدلة. معاكم دكتور محمد أبو المجد. إحنا هنتكلم عن كورس اسمه الميديسنال بلانت. النهاردة هندي محاضرة نصها انترودكشن، مقدمة لعلم الفارماكوجنزي أو علم العقاقير أو النباتات الطبية، والجزء الثاني هنكون دخلنا في البريباريشن بتاع الدراج. تمام، اولا برحب بيكم في قسم العقاقير كليه الصيدله، يعني من اقوى الاقسام اللي موجوده في الكليه. هنتعلم مع القسم ده معلومات كتيره جدا، وهنربطها بالواقع بتاعنا بامور حياتنا، النقط ملموسه في حياتنا. عشان كده يعني هتستشفوا معانا اهميه قسم العقاقير، او هتستمتعوا ازاي بالدراسه فيه. تمام، ان شاء الله باذن الله هحاول في المحاضرات المحاضرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نتكلم بتفصيلي أكتر للي إحنا هنقوله بسرعة في التسجيل. الريكورد ده معاك تسمعه في أي وقت، هنمشي فيه بسرعة شويتين عشان تعرف تذاكر منه، مش هنخليه بطيء، هنخلي التفصيل والشرح أكتر في المحاضرة للأسئلة أو للاستفسارات. تمام، أول حاجة هنتعلمها إيه هو الفارماكوجنوزي، أو الكلمة الكبيرة دي. الكلمة الكبيرة دي مقصود بيها دراسة كل ما له علاقة بالدراج. الدراج أو كلمة دراج، أو هو الدواء المستخلص من مصدر نباتي أو حيواني أو حتى مينرالز، ويتم معالجته معالجة علمية. فالديفينيشن بتاع الفارماكوجنوزي زي ما ظهر قدامك: It is the objective study of crude drugs of vegetables, animal, or mineral origin treated scientifically. Pharmacognosy، القسم العقاقير، هي الفارماكون والكوجنوزي، يعني the entire knowledge of drug، أو المعرفة الكاملة بالدواء. drug هنا المقصود بها دواء، في الكوجنوزي مقصود بها الدواء المستخلص من مصدر طبيعي. تمام، عشان كده هيجي تعريف تاني اسمه natural product، منتجات طبيعية. natural product دي مقصود بيها ايه؟ biosynthetic substances produced by living cells، مواد تم تصنيعها بطريقة حيوية، biosynthetic، داخل living cells، داخل الخلايا الحية. بالمقابل او في المقابل لل natural product عندنا synthetic compound، اي مركب كيميائي تم تصنيعه في المعمل خارج الخلايا الحية فهو synthetic compound. تمام، الناتشورال برودكت دي طبعا كان بي يوزد تو تريت او كيور اور بريفنت ديزيزز اند ذير اندزايربل افكت. طبعا المنتجات الطبيعيه لها اهميه في العلاج والاستشفاء. كرود دراج ده ديفينيشن، او الماده الخام، او الرو دراج، عقار خام لم يصنع. تمام، الديفينيشن بتاعه: it is harvested and dried، او النقطه اهي، plant or animal or mineral sources of pharmaceutically or medicinally useful product before they undergo any processing. بمنتهى البساطة كده، هو المادة الخام التي تم حصادها وتجفيفها سواء من مصدر حيواني أو نباتي أو mineral، لها أهمية صيدلانية pharmaceutically أو أهمية طبية، وذلك قبل أن تخضع لأي عملية تصنيعية أو تجهيزية، اللي before they undergo any processing. مثال صغير جدا كده، أنت لما يكون عندك شوية مغص، أو عندك شوية مغص في البيت، فأنت بتجيب نعناع تجففه، بيكون جاف ناشف، بتحوله بودر، يبقى كده harvested يعني محصود، ودرايد وهو plant source وله أهمية طبية، وبتغليه أو بتشربه. من ده كده هو ده النعناع في صورته الباودر، هو يسمى drug أو crude drug. تمام؟ طيب، types of crude drug، أنواع المادة الخام، عندنا entire plant يعني النبات الكامل، اللي هو مثلا نبات النعناع. entire organ of plant، جزء من النبات، زي السن leaves، أوراق نبات السيناميكي، أو الكلوف بود. الكلاف ده مصوب بالقرنفل، تمام، والثايرويد جلاند، تمام، في وتستخدم للتخسيس. تمام، المينرالز مثال ليها التشوك والكوالين والبنتونايت والتلك، التلك اللي هي بودرة التلك. ممكن تبقى الكرود دراج ده درايف
derived from plant مستخلص من نبات، يعني هو وليس نبات كاملا وليس جزءا من النبات ولكنه مستخلص من النبات، زي الجيلاتين زي البيز واكس زي الريزن او الجم. نموذج او مثال مشهور جدا للحاجة المستخلصة من نبات بالسكراتشنج او بالتجريح، يبدأ يجرح النبات كده بموس او بمشرط بحاجة بسيطة جدا يخلي النبات يطلع الواكسز بتاعته او الريزن بتاعته، نبات الافيون اللي هو الاوبيوم. تمام. خامس نوع derived from fiber or fabrics زي القطن، surgical dressing زي القطن. تمام. طيب drugs from natural sources are classified into، الأدوية المستخلصة من النباتات أو المصادر الطبيعية يا إما organized يا إما unorganized، ده للتسهيل بس، إحنا بنقسمها للتسهيل. لو الدراج بتاعي derived من نبات أو من جزء من النبات، يعني leaves كاملة أو flower كاملة أو الفروتس أو حتى البارك مطحون، فده اسمه organized drug. الـ unorganized drug معناه إنه خلاصة extract أو gum أو resin أو oil، وزي صورة البوبي أو الأوبيوم اللي هو الأفيون ده، تجريح الكبسولة دي المادة المستخلصة أو resin ده بنسميه unorganized drug. طيب دورك ايه كفارماكوجنزيست؟ انت راجل عقاقير متخصص في العقاقير، الفانكشن الاساسيه للصيدلي المتخصص في النباتات الطبيه او صيدلي العقاقير الفارماكوجنزيست ده انه يعمل واحد ايدنتيفيكيشن اوف سورس اوف ماتيريال فورمينج دراج، يتعرف على مصدر الماده المكونه للدواء. اتنين ديترمينيشن اوف اتس مورفولوجيكال كاركتر، لازم يتعرف على الشكل بتاعها عشان يقدر يحدد هي مصدر سليم ولا مصدر adulterated او يعني مغشوش. تالت دور لي investigation البوتنسي والبيوريتي، البوتنسي الفاعلية او قوة الدواء، والبيوريتي مدى النقاء، لازم هو يكون عنده القدرة انه يفحص الدراج من الناحية الفاعلية ومن ناحية البيوريتي. planning for cultivation of medicinal plant yielding drug، ونفس القصة يكون عنده القدرة انه يقدر يستزرع النباتات الطبية التي ينتج منها الدواء. prescription details of collection and preparation، طبعا يستلزم ان يكون عنده وصف تفصيلي لمراحل التجميع والتحضير الدواء، يكون عارف كويس بيحضره ازاي ويكتب هو انا زرعته في ضوء الشمس، تعرض لشمس 6 ساعات دي تايم، استخدمت fertilizer نوع ايه، جففته في درجه حراره كام في الفرن، يبقى دي البريسكريبشن ديتيلز بتاعه الكوليكشن بريبريشنز. 6 انفستيجيشن اوف كيميكال نيتشر اوف ذا اكتيف كونستيتوينت بريزنت ان دراج، لازم يكون عنده القدره انه يفحص الماده الفعاله المؤثره اللي جوه الناتشرال برودكت او النبات اللي مستخلص منه الدواء. طيب يعني هنتطلق كده، هنتعرض واحنا ماشيين في الكورس بتاعنا ده شويه ديفينيشنز عشان نبقى ايه بنتعلم مع بعضنا. في حاجه اسمها اوفيشال دراج او الدواء الرسمي او الدواء اللي منصوص عليه في دستور الادويه. دستور الادويه اسمه الفارماكوبيا. فارماكوبيا كل دوله او كل مؤسسه، كل دوله ليها الدستور الادويه بتاعها، هي بتعرف النباتات او الادويه اللي عندها، بتكتب لها full description وصف كامل كل معلومة عن هذا الدواء، موجود كمياته تركيزاته شكله لونه كل التفاصيل الخاصة به، حاجة اسمها مونوغراف، وبتكتبه في الفارماكوبيا بتاعتها. احنا عندنا في مصر Egyptian فارماكوبيا، في البريتش فارماكوبيا and so. يبقى هو الofficial drug ده listed and described فين في الفارماكوبيا، ده الofficial drug. الفارماكوبيا زي ما احنا قلنا كده it is a book containing directions for identification of compound medicines with their uses, preparation, doses and formulas. المقصود بالدواء موجود شكله ايه، يستخدم في 200 ميلي جرام، الفورمولا بتاعته موجود في صورة باودر، لا موجود في صورة سائل، لا موجود في صورة حقن، موجود في صورة لبوسات. تمام. and published by the authority of government، طبعا اللي بيتم او المسؤول عن الفارماكوبيا هو الجهه الحكوميه، او زي عندنا الهيئه دلوقتي، احنا عندنا الهيئه المصريه للدواء بقت هي المسؤوله عن الموضوع ده دلوقتي، ده حديثا يعني. تمام. تبسيط للمعنى، الفارماكوبيا ايه؟ it is a reference work for pharmaceutical drug specification، او المرجع للاعمال او الورك او المرجع الخاص للتحضيرات الصيدلانيه وتفاصيلها. تمام. طيب لو احنا حابين نقسم الدراج بتاعنا او الكرود دراج بتاعنا ده عشان ندرسه
في تقسيمته الفابيتيكال او بالتقسيمه اللغويه حرفيا، بيتقسم حسب اسمه لاسم اللاتيني او الاسم الانجليزي، زي المثال اللي ضربناه من شويه نبات النعناع اسمه الانجليزي بيبرمنت مشهور جدا. اللاتين نيم ده من ضمن الكلاسيفيكيشن بتاع الدواء اسمه مينتا بيبيراتا. تمام، طالما ذكرنا الاسم اللاتين نيم والاسم الانجليش، فانت كل تعاملاتك مع النباتات الطبيه في هذا الكورس من خلال اللاتين نيم، يبقى انت هنا بتعمل كلاسيفيكيشن للدراج بتاعك للاستادي من خلال كورس العقاقير، من خلال بتستخدم الالفابيتيكال كلاسيفيكيشن. تمام، ومتمثل في اللاتين اور الانجليش نيم. تمام، الارنجمنت بتاعه ده يستخدم في الديكشنريز والفارماكوبيز. في تقسيم تاني اسمه التاكسونوميك او التاكسونوميكال كلاسيفيكيشن، التقسيم الخاص بالتصنيف الزهري. The drugs are arranged according to the plant from which they are obtained. تمام، in classes, orders, families and genera. منتا بيبيراتا فاميلي لابياتي، الفاميلي بتاعته ايه، الكلاس بتاعته ايه، الديفيجن بتاعه ايه، اللي هو التصنيف الزهري. دي برضو هنتعرض لها واحنا بنتكلم على الدراجز. Classification morphological او الشكل الخارجي. Drugs are divided into groups such as leaves, flower, fruit, seeds. بنقسم الدراج حسب الشكل الخارجي بتاعنا. جروب اول حاجة الأورجانز، اوراق، fruits، ازهار، ثمار، seeds. تمام، these groupings have some advantages for practical study of crude drug and identification of powder drug. وده هنتعرض له في الجزء العملي بتاع هذا المقرر، ان انت ازاي تتعرف من خلال المورفولوجي او الشكل الخارجي للباودر، تقدر تاخد منه شوية معلومات تساعدك على الايدنتيفيكيشن، على انك تتعرف عليه. رابع تقسيمها التقسيمة الكيميائية او الكيميكال كلاسيفيكيشن، دي بنقسم المواد الفعالة او الدراج حسب المواد الفعالة. يعني عندي نباتات او دراج، بقى هنا كلمة دراج تشمل بقى نباتات من مصادر طبيعية. تمام، containing alkaloids دي كلاس او عائلة من المواد الكيميائية، volatile oils زيوت طيارة، او flavonoids الفلافونيديات. تمام، دي الكلاسز او اشهر العائلات الكيميائية اللي على اساسها احنا بنصنف ايه، النباتات او الدراج بصفة عامة كمسمى عام. دراج مقصود بيه الدراج المستخلص من النبات الطبيعي. خامس تقسيمة الفارماكولوجيكال او الثيرابيوتيك. ثيرابيوتيك يعني علاجي، فارماكولوجيكال يعني برضو له تأثير على الخلايا او على الاعضاء الحية، دي مقصود بكلمة فارماكولوجيكال. ثيرابيوتيك علاجي نفس المعنى تقريبا، برضو احنا بنصنف الادوية حسب التأثير العلاجي بتاعها. يبقى انا ممكن اصنف الدراج بتاعي حسب الاسم بتاعه اللاتيني او الانجليزي، حسب التصنيف الزهري بتاعه، حسب شكله، حسب المواد الفعالة اللي موجودة فيه وتتبع انهي عائلة او انهي كلاس كيميكال كلاس، او حسب الفعالية البيولوجية بتاعته او تأثيره الدوائي او العلاجي. This classification involve يشمل the groupings of drug according to pharmacological action التأثير الفارماكولوجي of their most important constituent للمواد الفعالة الرئيسية فيه، او الثيرابيوتيك يوز او الاستخدام العلاجي، زي مثلا استرينجنت المادة القابضة، تريتنج جي اي تي جاسترو انتستينال تراكت او المعدة، كارديوتونيك مقوي للقلب زي الديجيتاليز، لاكزيتيف يعني مسهل او ملين، انثليمنتيك يعني مضاد للديدان. طيب الاوريجين اوف دراج، انا دلوقتي عشان اقول النبات ده جاي منين، مصدره ايه، بيأثر في تعريف النبات او النبتة او الدراج بتاعي، بيأثر في تلات عناصر: النيتشر او البيولوجيكال اوريجين بتاعته، الجيوغرافيكال اوريجين او النشأة الجغرافية، او الكوميرشال اوريجين او النقطة المرتبطة بالتجارة. تمام، البيع بتاعه. هنفهم ده في التعريف الجاي. لما بتعامل مع النبات ناتشرال او بيولوجيكال اوريجين، في عندنا عالم سويدي اختار علينا طريقة بسيطة قوي اللي احنا نتكلم او نقول اسم النبات او نعرف النبات بتاعنا، على اساس ان هو بيقول تستخدم الجينس والسبيشيز بتاع النبات، لازم تقول الجينس والسبيشيز. السيستم ده اسمه باينوميال او التسمية الثنائية، اقول اسم الجنس واسم الفصيلة واحط اسم الاوثر اللي هو اللي اكتشف النبات ده. النقط دي ما ننزعجش منها، احنا هنتعرض لها بالتفصيل قدام، بس احنا دلوقتي بناخد مقدمة. تمام،
اسم النبات او نشأته ممكن يبقى ناتج من خاصية في النبات مميزة، زي some striking يعني مميز، some striking characters of the plant. أتروبا بيلادونا نبات ده اسمه ست الحسن، تمام؟ أتروبا بيلادونا جاي من ايه؟ جاي من البيولوجيكال افكت بتاعه انه بيلا يعني بيوتيفول، دونا يعني ليدي او ست الحسن. طبعا أتروبا بيلادونا ده بيعمل بعض الفازو كونستريكشنز البسيطة، فبيعمل احمرار كده للوش، فكان زمان الستات بتستخدمه في التجميل، تعمل البودر بتاع النبات على وشها فيعمل زي ايه احمرار بسيط كده من باب التجميل يعني، تمام. هايوسايموس ميوتيكس، ميوتيكس دي مقصود بيها شورت، الاسم اللاتيني ده معناها قصير، يبقى هايوسايموس ده نبات اسمه ميوتيكس ناتج عن خاصية عنده ان هو نبات قصير. باروزيما سراتيفوليا، الاسماء اللاتيني دي ما ننزعجش منها، دي هنتعود عليها من خلال دراستنا الماده دي، وناخدها سنه سنه كده لحد ما نتعود عليها. سراتيفوليا ده مقصود بيها ان الورقه او الليفز المارجن بتاعها او الحواف بتاعتها سريت يعني مدببه، تمام. فمعنى كده ان اسم النبات او اسم النبات بيرتبط بصوره او باخرى بإما بالخاصية البيولوجية بتاعته أو بصفة مميزة فيه، سواء إنه قصير أو ليه سريت أو دي أمثلة ليه. طيب هناخد برضو characteristic colors، أحيانا اللون المميز للنبات بيبقى داخل في اسمه في تعريفه. بيبر نيجرم أو الفلفل الأسود، اسمه فلفل أسود عشان لونه أسود، نيجرم دي يعني أسود. ديجيتاليس بيربيورا أو بيربيوريا، بيربيوريا دي المقصود بها بيربر، بيربر اللي هو اللون البنفسجي اللي أنتوا شايفينه في الصورة ده، تمام. يبقى عشان هي لونها بيربر فتسمى الديجيتاليس بيربيوريا، تمام. سيرتن اروما لو ليه ريحه مميزه، كرايوفيلس اروماتيكا او اروماتيكاس، ده معناها ان النبات ده ليه ريحه مميزه جدا، فعشان كده سمينا السبيشيز بتاعته اروماتيكاس، تمام. طيب فارماسيوتيكال اكتيفيتي اور اكتيف كونستيتوينت، ممكن يكون الماده الفعاله او التاثير البيولوجي او التاثير العلاجي لهذا النبات هو سبب تسميته او الاوريجين بتاع تسميته. ستراكنس نكس فوميكا او جوز المقيء، مش غير جوز الطيب، ده جوز المقيء. ستراكنس نكس فوميكا ده فوميكا جايه من كلمه فوميتنج، اللي فعلا اول ما بتاخد منه جزء بسيط من هذا النبات بيحصل فوميتنج او ترجيع، تمام. وهكذا كوايلا سابوناريا، سابوناريا معناها في ماده فعاله اسمها سابونين. بابافر سومينيفرام جاي من سومنيا، سومنيا دي معناها sleeping. بابافر سومينيفرام ده هو الاسم اللاتيني للأوبيوم أو الأفيون، هو مادة فعلا بتساعد على النوم أو بتنيم أو مهدئة. سومنيا جاية من sleeping والتسمية بتاعتنا، تمام. طيب ممكن برضو يكون عندنا special meaning، يعني Allium sativum اللي هو التوم، sativum دي معناها cultivated، معناها ده نبات المستزرع اللي احنا دخلناه يتزرع في مكان هو اصلا ما بيزرعش فيه. كلمه كالتيفيتد دي هنناقشها كمان شويه. اتروبا بيلادونا زي ما قلنا من شويه، اتروباس ده او اتروباس معناه النبات ده بويزنس يعني نبات قاتل. جليسرايزا جلابرا او العرق سوس، جليسرايزا دي مقصود بيها سويت روت، الجذور اللي طعمها مسكر. جلابرا معناها سموث يعني الجذور اللي طعمها مسكر واللي شكلها ناعم سموث. ده الاوريجن بتاع التسميه او ازاي احنا بنسمي النبات بتاعنا. قلنا بنعتمد في تسميته النبات المقصود بالدراك طبعا على النيتشر بتاعته، طبيعته، لونه او خاصيه فيه او الفعليه بتاعته. ممكن يتم تسميته عن طريق الجيوغرافيكال اوريجن او الهابيتات او الموطن بتاعه. ديفينيشن صغير كده، region in which the plant or animal yielding drugs، النبات الذي يتم استخلاص الدواء منه او الانيمال الذي يتم استخلاص الدواء منه، grow المكان الذي ينمو فيه هذا النبات، هي المقصود بالجيوغرافيكال اوريجن. هنقسم النبات او الدراج بتاعنا حسب المنطقه اللي هو بيتواجد فيها الى indigenous يعني plant growing in their native countries، نبات بينمو في الصحراء المصرية، هو مميز للصحراء المصرية، لا ينمو إلا في الصحراء المصرية، فيبقى endogenous to Egypt، نبات خاص بمصر، تمام. exotic جاي من الاسم كده، النبات not of native origin، مش أصلا بيتزرع في مصر، زي كثير من أنواع الفاكهة مثلا
اللي احنا بنستزرعها في مصر، بنعمل لها صوبه مثلا او نوفر لها الظروف الملائمه انها تزرع. exotic plant not native origin introduced from abroad but not fully naturalized، اللي هو توطين naturalized plant growing in foreign land other than their native home. تمام، دول ثلاث تعريفات خاصه بالجيوغرافيكال اوريجن. The plant habitat أو الموطن بتاعه is important. Important ليه؟ It gives indication عن the soil character والclimatic condition والaltitude. أنا نبات بيتزرع مثلا في البرازيل، البرازيل دي منطقة استوائية عندها أمطار كثيفة، فيها altitude يعني فيها مرتفعات عالية، فأنا عرفت إنها منطقة استوائية يعني فيها moist condition يعني فيها رطوبة يعني فيها ارتفاعات يعني درجة حرارة عالية. طيب لما عرفت موطن النبات ده، لما أنا هي أستزرعه في مكان تاني لازم اراعي هذه الظروف عشان اعرف اعمل استزراع ناجح او استزرعه بشكل ناجح. مثال صغير، نبات اسمه السنكونة كاليسايا، ده اول نبات اسمه الكينا. النبات ده نيتيف تو برازيل، هو بيتزرع في البرازيل اصلا، بيتم زراعته على الهاي التيتيود او المرتفعات وفي ظروف جويه وورم مويست كونديشن، جو رطب وحار، ريزلت ان الاكتيف كونستيتوانت اي سي دي معناه الماده الفعاله فيري هاي بيرسنتج. لما نيجي نزرعه في الهند، السويل قريبة جدا للبرازيل، تمام، لكن الالتيتيود او المرتفعات في الهند مش زي الموجودة في البرازيل، فبالتالي النبات بتاعنا اتزرع ولكن المادة الفعالة كان تركيزه قليل جدا، لو اكتيف كونستيتوت. كوميرشال اوريجين او التسمية بتاعت الدراج بتاعنا ليها علاقة بالتجارة. ريفير تو بلانت برودكشن اند اتس شانل اوف تريد، انتاجه او تجارته ساعات بيأثر في اسم النبات. عندنا مثال مشهور جدا، الكساندريان سنة، ده اسمه كده الكساندريان سنة، ده السنبات السيناميكي او النبات ده اصلا بيتزرع في السودان ولكن كان قديما بيتم شحنه من خلال ميناء الاسكندرية فتسمى سنة الاسكندراني الكساندريان سنة. يبقى هنا الطريقة بتاعة التجارة او شحنه هي اللي اثرت في تسمية النبات، وحتى هذه اللحظة بيبقى معروف باسمه الكساندريان سنة. تمام، نفس القصه في الاسبانيش ليكورش. ليكورش ده اللي هو العرقسوس اللي احنا قلنا عليه شويه، ده هو عشان هو برودوسد في سبين فهو بقى اسمه اسبانيش ليكورش وهكذا. يعني مكان انتاج الدواء او النبات او مكان التجاره بتاعته بيأثر في تسميته. فلورا برضو ديفينيشن كده، زي ما قلنا الفلورا ده ديفينيشن هيمر عليه شويه في تعريفات كده وتصنيفات نحاول نتعلمها بالتدريج عشان دي هتبني الخلفيه بتاعتك في هذا التخصص. Plant of particular region، نبات بيتزرع في منطقة معينة، restricted to a major segment or in the plant kingdom. Generally the naturally occurring or indigenous اللي احنا قلناها من شوية native plant family. Flora of Egypt، زي ما قلنا Flora of Egypt. بسيطة كده، Flora يعني ايه؟ يعني مجموعة النباتات اللي بتتزرع في حتة معينة، شمال أفريقيا مثلا، مصر، السودان، آسيا، المملكة العربية السعودية، restricted لحتة معينة، هي endogenous نباتات لا يتم زراعتها او نشأتها الا في هذه البيئة وهي مميزة لهذه البيئة، فتجميعاتها وتصنيفاتها لما نجمعها في كتاب كده نسمي الكتاب ده Flora of Egypt. تمام، ده المقصود بالنقطة دي. طب preparation of drugs from plant، تحضير الدواء المستخلص من النباتات، هيمر بخمس خطوات: cultivation الزراعة او الاستزراع، collection جمعه والدراينج والباكينج والستورج. طيب الكالتيفيشن اوف ميديسينال بلانت، البلانت او النباتات تنقسم عندي الى نوعين: نباتات وايلد جروينج نباتات بريه، ونباتات كالتيفيتد نباتات بيتم استزراعها. ديس ادفانتج اوف كولكتنج وايلد بلانت، طب ايه هي عيوب ديس ادفانتج العيوب بتاعه ان احنا نجمع نباتات وايلد نباتات بريه؟ اول حاجه النباتات البريه دي ديستريبيوشن بتاعها over unlimited area، منتشرة في مساحة كبيرة جدا. يعني مثلا بجمع نبات من الصحراء بلاقي النبات ده منتشر على مسافة 200 كيلو مثلا في الصحراء، تمام، unlimited area، مساحة مفتوحة. ده هيؤدي للفكرة التانية او للdisadvantage التانية، ان في difficulty في ان انت توصل له، difficult in reaching this plant، معنى ان في difficult ان انت reach this plant، ان في difficulty برضو في transportation بتاعته انك تجمعه وتنقله. الكوليكشن يوجوالي دون باي اجنورنت ان سكيلد بيبل، طبعا الناس اللي عايشه في الصحراء هي اللي بتجمعه، وبتجمعه بطريقه عشوائيه جدا، وبتلمه وبتجمعه وتشتغل، مفيش اي تنسيق او تنظيم، فهو بيلمه باي شكل بيلاقيه قدامه. الاجنورنت
او العشوائي ده الانسكيلد الغير ماهر بيعمل حاجه اسمها راثلس كوليكشن او كونتينوس كوليكشن، ليل نهار بيجمع فيه، فبيعمل حاجه اسمها الجمع الجائر، ما بيراعيش انه يسيب مجموعه تطلع بذور فينمو مره تانيه، هو كل ما يطلع قدامه يلم ويجمع، فده هيعمل عندي ديفيشنسي او نقص لهذا النبات، يعني ما اقدرش اعتمد عليه. يبقى دي النقطه رقم 6، insufficiency عدم كفايته of supply of wild plant to meet the market demand، demand الاحتياج، يعني ما اقدرش اعتمد عليه في التسويق، يعني ان السوق مثلا بيحتاج نبات النعناع البري الوايلد بيبرمنت، تمام، هو بيتزرع في مساحه كبيره جدا جدا، بيطلع طبيعي ما حدش بيزرعه، تجميعه بيكون عشوائي، فممكن يطلع السنه دي الاقي طلع لي مثلا كيلو، السنه الجايه مش عارف الم حتى 100 جرام منه، ليه؟ ممكن في نفس الوقت ينقرض، جمعت كل الكميه ما حصلش بذور نزلت في الارض ما نباتش مره تانية، فانا كده ممكن يحصل ديفيشنسي، ما اقدرش اعتمد عليه في الصناعه او كسوق، تمام. دي الديس ادفانتج اوف كولكتنج الوايلد بلانت. على طول على النقيض هتبقى هي الادفانتج بتاعه الكالتيفيشن ميديسينال بلانت. على هذه او على ضوء هذه العيوب اقترحنا او نشأت فكرة استزراع النباتات. ايه الفكرة؟ ايه الادفانتج بقى بتاعتها؟ عكس على طول، دي كلمة وعكسها. concentration of large number of medicinal plant in a small controlled area easy to reach، هزرع في مزرعة في صوبة في مكان محدد، all operations are carried out by well trained worker، كل العمال بتوعي مدربين عشان يجمعوا النبات بشكل صحيح وسليم. cultivation of drug is accompanied، يعني مع accompanied by the presence of pharmaceutical firm to assure immediate use of drug and reduce transportation cost، طبيعي جدا زي مثلا شركة ميباكو بتاعة النباتات الطبية والأعشاب، أو شركة إيزيس اللي بتعمل الشايات بتاعة اليانسون وكده، بيبقى مزرعة جنبه جنب المصنع، بحيث أنه بيوفر وقت، بيزرع ويعمل باكينج على طول، تمام. يبقى هنا بيقلل الترانسبورتيشن كوست. Raising the quality of cultivated drug، طبعا الكواليتي بتاعت الدواء او النبات المستزرع ده بتبقى مرتفعه جدا، الماده الفعاله عاليه جدا، ليه؟ لان عامل improving soil condition، بحسن ظروف التربه، بستخدم fertilizer وبستخدم مضادات للحشرات والفانجي والبيست علشان ده يساعد النبات ينمو بشكل افضل. selecting good strain، دايما بنقي افضل strain اعلى مادة فعالة من السيز عشان ازرعها. regular and constant sufficient supply، طول الوقت انا باخد منه مادة فعالة بشكل كافي، لان انا بزرع بشكل منظم بقدر احصل على الكمية اللي تكفيني. high purity of the finished product، طبعا على في ضوء اللي احنا قلناه ده هيبقى المنتج بتاعي high pure، مادة فعالة غاية في النقاء. Factor affecting plant growth and production of drug، ايه هي العناصر المؤثرة في انتاج النبات؟ اول حاجة عندي environmental factor، soil and its content will growth regulator. environmental factors يعني ظروف بيئية، المية، الضوء، الحرارة، المرتفع، المنخفض، النقطة دي هنناقشها. soil، التربة، التربة تشمل المواد او العناصر الماكرو والمايكرو، المغذيات اللي موجودة في التربة وتأثيرها على النبات، والجروس ريجوليتور أو محسنات النمو. أول حاجة في الانفيرومنتال فاكتورز بسيطة كده بالفكرة، المية، المية اسينشال لكل أورجان كاري أوت، ومصدر أساسي للمية عندنا بيكون المطر. طبعا الغابات المطيرة ليها نباتات معينة، مناطق استوائية ليها نباتات معينة، منطقة صحراوية فيهاش مية أصلا هتطلع هتأثر على النبات بتاعنا. التمبريتشر، درجة الحرارة، درجة الحرارة طبعا بتأثر على الجروس بتاع النبات، التمبريتشر ده بيأثر بشكل قوي جدا على النبات، بمعنى لما الحرارة بتزيد معدل النمو بيزيد ولكن لحد الأوبتيمم فاليو، أقصى درجة من النمو في الحرارة دي، بعد الأوبتيمم تمبريتشر أو درجة الحرارة المثالية دي أي زيادة في الحرارة هتؤدي إن معدل النمو بتاعنا هيقف. ليه؟ الحرارة دي بتأثر أو بتعمل تحفيز لكيميكال رياكشنز، تمام؟ الكيميكال رياكشن ده بيزود معدل النمو بتاع النبات، لكن لما الحرارة تفضل زايدة أكتر من اللازم معنى كده إن في تفاعلات تانية هيتم تحفيزها، تعمل هيت ديناتوريشن وإن أكتيفيشن البروتين بتاع النبات، البروتينات النباتية أو الهرمونز النباتية اللي بتحفز بيحصل لها بتتكسر، فبالتالي درجة الحرارة لازم تبقى أوبتيمم، درجة الحرارة الملائمة لنمو النبات، ما تزيدش عنها وما تقلش عنها.
ده هيخلينا نتعرض لكم مفهوم كده، ان كل بلانت اتش فور اتش بلانت جروس ات از ديزيجنيتد باي 3 تمبريتشر، المينيمم والاوبتيمم والماكسيمم. في درجه حراره المينيمم، اقل درجه حراره، والاوبتيمم المناسبه، والماكسيمم ما ينفعش نعديها. في حاجه اسمها الدايورنال تمبريتشر سايكل، معناها درجه الحراره بتبقى عاليه جدا في الفتره الصباحيه عن درجة الحرارة في الفترة المسائية، وده معناه بيأثر على النمو النبات. بنقول إن الفلكتويشن أو التغير في درجة الحرارة ده مهم جدا لنمو النبات، وأفضل بكتير من السنجل كونستانت تمبريتشر، من درجة الحرارة الثابتة. عندنا مفهوم أو ديفينيشن اسمه الثيرمو بيريودستي، بيريودك يعني فترة، وثيرمو يعني حراري، اللي هو العلاقة بين درجة الحرارة ومعدل النمو. حاجة اسمها temperate plant، خد بالك من هذا المفهوم، النباتات التي بتنمو طبيعي في الأماكن درجة الحرارة ليست عالية وليست باردة، temperate plant اللي هي متوسطة النمو. تمام؟ طيب الالتيتيود أو الارتفاع، زي ما احنا قلنا الارتفاع مؤثر جداً، زي نبات السنكونة اللي بيزرع في البرازيل والهند. Altitude affect the growth of medicinal plant، طبعا التمبريتشر بتقل درجة كاملة لكل 100 متر ارتفاع. عندنا الكوكونات بالم أو الجوز الهند بيحتاج maritime climate أو الجو الساحلي. الشجر كان القصب بيتزرع في الأراضي المنخفضة. التي والكوفي محتاج مرتفعات من 90 ل 150 متر. الميديسنال روبرب أند سنكونة زي ما قلنا برضو require elevation. اللايت او الضوء مؤثر جدا طبعا في الفوتوسينسز او البناء الضوئي. لايت فاكتور بي ديتيرمين اماونت اوف جلايكوسايد اند الكالويد بروديوس. اللايت من المؤثرات اللي بتاثر في تكوين وكميات الماده الفعاله في النبات. جلايكوسايد والكالويد دي اسماء للمواد الفعاله الموجوده في النبات. الفوتو بيريوديزم نفس القصه، فوتو يعني ضوء، بيريوديزم يعني فتره، هو العلاقه او ديفينيشن يعني الريسبونس بتاع النبات، رد فعل النبات ل الريلاتيف لينث اوف داي اند نايت، اللي هو طول تعرضه للضوء سواء نهارا او في الفتره المسائيه. تمام؟ طيب بلانت فول انتو 3 برود فوتو بيريودك كلاسز، ان انصنف النبات لثلاثه كلاس اكوردنج لاستجابته للضوء او الفلورنج بيهيفير او سلوكه في الازهار. شورت داي بلانت، لونج داي بلانت، وداي نيوترال بلانت. Flowers short day plant flower only when the daily period of illumination أو الإضاءة is shorter، مثال التوباكو والصويا بينز أو فول الصويا. Long day flower only when the daily period of illumination exceeds some critical duration، يعني بيحتاج إضاءة لفترة طويلة. تمام؟ والday neutral day flower under any of wide range، يعني ممكن ينمو في أي مكان أو مش مرتبط ب التعرض للإضاءة short أو long time. السويل its content، التربة ومكوناتها. الاسنشال element أو العنصر الأساسي في التربة تنقسم لأربع مجموعات: المين نيوترينت أو الماكرو element، المغذيات الرئيسية، الأكتيف element والإنأكتيف element والمايكرو element. طيب المين نيوترينت عندنا تشمل النيتروجين والفوسفورس والبوتاسيوم، والفيرتلايزر او السماد بيحتوي على one of these element يبقى simple fertilizer، لو عليهم كلهم يبقى complete fertilizer. والcomposition بتاعه دايما بيبقى percent، مثلا 5% نيتروجين 10% فوسفورس، دي الامثله للفيرتلايزر. نقص النيتروجين يبقى هيعمل ايه؟ يديني يلو كولر في النبات. نقص الفوسفورس معناه ايه؟ يقلل plant size والديب جرين كولر. نقص البوتاسيوم يقلل الكربوهيدرات سينسس. الاكتيف اليمنت تشمل كالسيوم ماغنيسيوم اند سلفر. ليتل اماونت اوف اكتيف اليمنت انكريزز البلانت جروث بات مور ذان ذا اديكويت اماونت، لو زودنا عن الكميه المطلوبه نو انفلوينس اون بلانت جروث، مفيش تاثير على نمو النبات. الان اكتيف اليمنت يشمل صوديوم الومنيوم سيليكون اند ايودين، ليها نيجليجبل افكت، تاثير غير ملموس على النبات. بعض منها some of these elements have special effect على certain نبات، بعض النباتات قد تحتاج بعض من هذه المواد الفعالة اسمها inactive، لكن هي أصلا ملاش أي تأثير على نمو النبات بصفة عامة. تمام؟ طيب المايكرو element من اسمها كده اللي هي الايرون والبورون والكوبر والمنجنيز، زنك، كوبالت، ليد اند مولبدم، دي needed within very very minute amount for plant growth. Any rise in this amount لتأثير سام على النبات.
جروث ريجوليتور او الهرمونات النباتيه نقسمها لخمسه كلاسز: الاوكسين والجبريلين والسيتوكاينين، الابسياسيك اسيد اند ديريفاتيف بتاعته ده جروث انهبيتورز، والايسيلين ده جروث انهبيتورز. تمام، دول المحفزات النباتيه. الديفينيشن بتاعها هي كيميكال سابستنس ماده كيميائيه سبيسيفيك ان زير اكشن، ليها تاثير محدد، اكتيف ان فيري لو كونسنتريشن and regulate cell enlargement, cell division, differentiation, organogenesis يعني تكوين الأورجان زي leaves والflower، والدورماتوري اللي هو الكمون بتاع النبات. تمام؟ أول حاجة الأوكسينز هو يا ناتشرال طبيعي النبات بيفرزه اسم الاندول أسيتيك أسيد أو الاي اي اي، أو السينثيتيك زي الاندول 3 بيوتيريك أسيد، نفتالين 1 أسيتيك أسيد، أو 2 4 دايكلورو فينوكسي أسيتيك أسيد. ده مثال لواحد ناتشرال وواحد سينثيتيك. الأوكسين ده بيأثر على استيمولات الجروس، يحفز النمو بتاع الخلايا، الستيمز والبودز والفروت وتأثيراتهم المختلفة. طبعا الستيم بيحتاج تركيز عالي، البود تركيز أقل، الروت على أقل تركيز ممكن بيتأثر. تمام، الفروت بتحتاج الجابريلينز أكتر من مع الأوكسينز عشان تنمو. طيب هو مسؤول برضو على الأوفري جروس، نمو المبيض. الاندول أسيتيك أسيد alone is not always sufficient to promote الجروس. تمام، لازم نحتاج معه حاجات تانية. هو مسؤول الأوكسينز دي على الأبيكال دومينانس، يعني الجروس بتاع النبات رأسي دون اللاترال من غير النمو الجانبي. No growth of lateral bud but due to الإيثيلين accumulation. احنا قلنا الإيثيلين ده من ضمن الحاجات الانهيبيتور، موجود في النبات مع الأوكسينز. الأوكسينز تعمل نمو للأبيكال دومينانت، والإيثيلين يمنع نمو اللاترال بود، فبالتالي المغذيات كلها بتساعد على النبات انه ينمو بشكل رأسي اسرع، وبعد كده يتم في مرحله معينه الايسيلين يقل فيسمح بنمو اللاترال. المين براكتيكال يوز بتاعه الاوكسينز، الوظيفه الاساسيه بتاعته انه اكسلريت الروتينج اوف ذا وودي اند هيرباشيوس كاتينجز ان لو كونسنتريشنز، واكت اس سيلكتيف هيربيسايد يعني قاتل للاعشاب، أو ويت كيلر قاتل للأعشاب اللي بتنمو في الهاي كونسنتريشن. الاثنين أربعة دي الأوكسينز المصنع ده particularly toxic للدايكوتيليتون بلان. دي معلومات خاصة عن الأوكسينز. الجبريلينز ده برضو أكتر من 40 نوع معروفين حتى الآن في النباتات، هو بيتصنع في الليفز وبيتخزن أو يتجمع في السيدز والفروت. هما تأثيراتهم induce flowering at earlier stage before the normal flowering date، بيبدأ يحفز ظهور التزهير بتاع النبات، بيزود اللينث increase the length of dwarf varieties of many plants. لو استخدمته من بره كهرمونز خارجي أنا بضيفه بإيدي، معنى كده إن لو عندي نبات قصير أو دوارف قزم أنا بزود طوله. initiate the synthesis of hydrolytic and proteolytic enzymes، مسؤول عن تصنيع الانزيمات في النبات. سيتوكاينينز دي برضو the cell division hormones، المسؤول عن انقسام الخلايا، الهرمون المسؤول عن انقسام الخلايا. they have the following effect: cell division و cell differentiation and morphogenesis او تشكيل الأورجان. وطبعا ده يعني الدور ده بيبقى ريشيو بينه وبين الأوكسينز، ده مسؤول عن cell division، ده يساعده في ريشيوز مختلفة عشان يديني مراحل مختلفة من المورفوجينيسيس. الجروث انهيبيتورز المثبطات النمو: الابسياسيك اسيد او اي بي اي للتسهيل، والايسيلين. وايدلي ديستريبيوتد في البلانت اكت باي انتاجونايز الجروث الجابريلينز، بيعاكس تاثير الجابريلينز يعني يعمل معاهم بالانس، ده يزود وده يقلل احنا نوصل لايه للايفكت المطلوب. بلوكينج السينثيسيس بتاع الدي ان اي والانزيم سينثايد بالار ان اي برضه بيأثر في موضوع السيل ديفيجن، هو بيعمله بلوكينج. وانديوس السيد دورمانسي او الكمون بتاع النبات او بتاع البذور عشان تتخزن لحين وجود ظروف مواتيه او ظروف كويسه ملائمه لانها تنبت. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا تقروها وتطبعوا الباوربوينت ده، وبتكون ان شاء الله بدا في محاضره الحد الجاي على الاقل سمعتوها مره او مرتين ومعاكم الدرافت في ايديكم مطبوع عشان نتناقش فيه ان شاء الله باذن الله في اي اسئله. تمام، السلام عليكم.